السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في رابط ام كيو حكينا في مرة سابقة عن الديد مسجز، المسجز اللي بتروح للكيو وبيستلمها الكونسيومر وما بيعرف يعالجها، فما ما بيعرف يعالجها بيقول له للكيو انا ما عرفت اعالجها فلا بد تسوي لها ريكيو. في هاي الحالة اذا كنا مسويين كونفيجريشن للكيو بحيث يودي هاي المسجز على كيو ثاني يتجمعوا فيه المسجات اللي خلينا نقول بالعامية خربانة فيها مشاكل، فبتروح ولا المسج بتنحذف من الكيو. في عندنا كونسيبت ثاني، المره الماضيه كنا عم نحكي عن الديد مسج على ليفل الكيو. ايش يعني ليفل الكيو؟ معناتها في ليفل اكسشينج؟ نعم في ليفل اكسشينج. طب السؤال هو وات اف نحن ارسلنا مسج على اكسشينج وهذا الاكسشينج ما عرف يودي المسج على كيو. ايش يعني ما عرف يودي المسج على كيو؟ يعني هاي الكيو مثلا الاكسشينج هذا ما هو مربوط، نوت بايندد مع كيو، او في مشكله في هذا الكيو الى اخره. المهم ما عرف يودي هاي المسج على كيو. طب ايش الحل؟ الحل في شيء اسمه الترنت اكسشينج. الالترنت اكسشينج بكل بساطه ايش بيقول؟ بيقول اذا الاكسشينج اللي استقبل الرساله ما عرف يوديها على الكيو فبيوديها على اكسشينج ثاني، هذا الاكسشينج الثاني بيوديها عاد بقى على الكيوز اللي مرتبطه معه، مثلا مرتبط مع كيو 1 كيو 2 كيو 3 وات ايفر، بيوديها على اي كيو مربوط مع الالترنت اكسشينج. هذا السيتنج بيصير على ليفل ايش؟ على ليفل اكسشينج. خلونا نشوف السيناريو التالي. في عندنا رابط ام كيو، في عندنا ببلشر ودى مسج لديد اكسشينج، نحن هيك مسمينه ديد اكسشينج. هذا الاكسشينج حاول يودي المسج تبعيته على كيو ما نجح، فايش بيسوي؟ بيودي المسج على الترنت اكسشينج. الترنت اكسشينج هذا الاكسشينج، طبعا هذا اسم نحن مخترعينه ما بالضروره يكون هيك اسمه. هذا الترنت اكسشينج بيودي هو اي مثله مثل اي اكسشينج عادي، فبيودي المسج على الكيو المرتبط فيه وبعدين الكيو بيودي على الكونسيومر اللي مسوي عليه سبسكريبشن. خلينا نشوف كيف بنسوي هذا الكلام باستخدام الكونسول ميجمنت. طبعا نفس الكلام ممكن نطبقه باستخدام الكود، لكن دائما حنحاول نستخدم الطريقه الاسهل اللي هي من خلال الكونسول ميجمنت. لو جينا على الاكسشينج، هاي الاكسشينج عرفنا اكسشينج جديد اسمه ديد اكسشينج وقلنا له لاحظوا الترنت اكسشينج سميناه اي اي اكسشينج، تمام اد اكسشينج. طيب الديد اكسشينج لاحظوا نوت بايندد مع اي كيو، وبالتالي لما تتصلوا مسج ما راح تروح على اي مكان. طيب اللي بعده ايش بدنا نعرفنا؟ نعرف الاي اي اكسشينج اللي هو راح تصله المسج لانه الديد اكسشينج ما راح يعرف يوصلها على كيو. اي اي اكسشينج اد اكسشينج. طب هذا الاي اي اكسشينج بدنا نربطه، سوري هذا ما هو هيك. الاي اي اكسشينج يكون نوعه فان اوت وليس دايركت، اكتبوا فان اوت اد اكسشينج. هلا الاد اكسشينج بنقول له اربطه مع كيو 1 بدون، طبعا الفان اوت ما بدها راوتد كي بايند. هاي صار عندنا ايش؟ ديد اكسشينج، الالترنت اكسشينج تبعه هو اي اي، الاي اي مربوط بفان اوت مع كيو 1، وبالتالي الان نودي المسج على ديد اكسشينج ما راح توصل لاي كيو، تمام؟ راح تروح لوين؟ نظريا المفروض تروح لكيو 1، ليش؟ لانه اول شيء تروح على الاكسشينج اللي اسمه ديد اكسشينج، هذا الديد اكسشينج ما راح يعرف يوديه على اي كيو فراح يوديه على الالترنت اكسشينج، وبعد الالترنت اكسشينج راح يوديها على الكيو 1 اللي مربوط معه فان اوت. ببلش مسج لسبب ما عرف يوديها على اي مكان، معناتها في عندنا غلط في الكونفيجريشن. هذا اي اي اكسشينج، لحظه شوي تاكد بجوز الاسم غلط، فعلا الاسم غلط، الاي اي اكسشينج سبيلينج تبعه غلط. اكسشينج فان اوت اد اكسشينج، الان هذا بنربطه مع كيو 1 بايند، هذا الاكسشينج. بنرجع بقى على الاكسشينج هاي، هلا بنرسل له مسج، راح هاي المسج راح تموت، بدل ما تموت وديه على الترنت اكسس مسج على الترنت اكسشينج. طيب هلا المفروض شوي يطلع المسج في كيو 1. هذه الطريقه بتساعدنا بكل بساطة إنه نضمن المسجات اللي عم بتروح على أي اكستشينج بغض النظر إيش نوع الاكستشينج، وما لقت الطريقة لأي كيو تروح على كيوز بحيث تتجمع فيها المسجات
اللي ما عرفت تروح على اي كيو، وبالتالي الاوبريشن تيم او اي شخص مسؤول عن مناقبه الرابط ام كيو ممكن يشوف انه في مسج جديده ما لا كيوز، ممكن ايش ريز فلاج او يسوي انفستيجيشن ويعرف ليش الاكسشينج الاصلي ما هو لينكد مع اي كيو. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.